مرحبا بكم في قناة صور عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة صور عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة جديد، يعني عرض جديد وشقة جديدة من قناة صور عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. شقة الطابق الثاني ناصية بشارع 10 وجوه كل الخدمات العامة داخل القرية. موقع سكني يصلح للسكن الدائم طول العام. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله. عندنا هنا المطبخ أمريكاني، الشغل متشطب كويس جدا، تشطيب عالي، جبسون بورد. وعندي هنا ده ريسبشن، تشطيب ممتاز ما شاء الله، جبسون بورد. عندي هنا بلكونة كبيرة، تراس كبير رائع. موقع ممتاز، تصلح للسكن الدائم على مدار العام. ريسبشن كبير وصالة توزيع الغرف. وعندي هنا أول غرفة نوم كبيرة ما شاء الله، ومشطبة برضه كويس جدا. الغرفة دي بتطل على الشارع. هنا عندنا الحمام، ودي الغرفة الثانية. متشطبة برضه كويس جدا. إطلالة الغرفة دي بتطل على ممر العمارة. هنتكلم معانا على تفاصيل الشقة بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، عرضنا النهاردة من قناة السهول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. شقة في الطابق الثاني ناصية، مسجلة في جمعية 6 أكتوبر القوات المسلحة، كاملة العدادات كهرباء ومية، وبنستلم آخر فواتير كهرباء ومية بتاريخ اليوم. موقع ممتاز، الشقة تصلح للسكن الدائم طول العام والاستثمار والمصيف داخل القرية. المساحة الإجمالية للشقة 90 متر، السعر 270 ألف جنيه كاش قابل التفاوض البسيط. ومن داخل المكان كان مع حضرتكم أحمد بهجت صاحب قناة صور عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.
لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، اشتركوا معانا كمان في القناة عشان يوصلكم كل جديد في عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة صور عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.